أفاد تقرير حقوقي صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن نحو 1 مليون فلسطيني مروا بتجربة الاعتقال منذ تاريخ إعلان تأسيس دولة إسرائيل. وفقا لتقرير شامل بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني، فإن 6500 أسير فلسطيني متواجدون في السجون الإسرائيلية. ولم تقتصر الاعتقالات على نشطاء الفصائل وقيادتها فقط، وإنما امتدت وشملت جميع فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من جميع المستويات والطبقات والفئات.